انا شو مقاطع؟ قال انه على هاي تبع المحاكم. نحن صار لنا سنه مقسومين يعني قسمين، ثلاثه بتركيا يعني انا ومهند ودعاء بتركيا، وزيد واسامه ومحمد باسبانيا، وحتى زيد صار لي سنه ما بشوفه يعني. فتاخرت الفيزا كثير، ما نعرف السبب شو هو. هلا يعني لاولادي اكيد يعني زيد ومحمد، يعني زيد خاصه انه طفل صغير يعني، هو اكثر شيء اللي متاثره انا بغيابه. هو صار عيدين ما يعني ما نعيد مع بعض، واحنا يعني عادتنا ب يعني انه بالعيد يعني تجتمع العيله مع بعضها، وطقوس العيد جدا جميله يعني طقوس العيد الاسلاميه، وعندنا يعني ببلدنا بسوريا فدائما العيله تلتقي مع بعضها. فاحنا صار لنا عيدين ما نلتقي مع بعض، يعني كل حدا بمكان. حبيبي قلبي خليه يصور الكاسه تبعتك. يعني كانوا جدا سعداء بهالشيء انه طلعت الفيزا، وها يعني بالاخير ان شاء الله الحمد لله رب العالمين قربت يعني انه نتم شمل العيله ونشوف بعض من جديد ونجتمع على سفره واحده من جديد. يعني كان هذا جدا امر مفاجئ، بنفس الوقت امر جدا يعني مفاجئ بالنسبه لنا. هيك ان زمان يديجيكسين صوت سوري جدا بيعملت ان شاء الله. يعني على الاغلب بدنا شهر شهر وشوي لبين ما تجهز الامور، نجيب الفيزا، نحضر امورنا للسفر، نحضر البيت، نحضر الهاي، يعني امور يعني بدها شي شهر شهر وشوي. طبعا انه ان شاء الله العيد الجاي ان شاء الله باذن الله نكون مع بعض مع العائله والهاي. طبعا انا قلت سابقا انه ان شاء الله باذن الله انه ان شاء الله العيد الجاي نكون يعني مع العيله مع بعض، يعني انه راح نعيد سوا اخيرا يعني بعد طول غياب نعيد سوا بالايام القادمه ان شاء الله. يعني مرسين بالنسبه لنا صار مثل بلدنا الثاني. يعني انا اذا غبت عن مرسين 3 ايام طلعت على اسطنبول فيها رجعت لهون، يعني مثل بلدي، يعني اشتقت لها يعني. فجدا راح اشتاق لها بالايام القادمه، وبدي يعني بدي اكيد بدنا نرجع نزورها ان شاء الله اذا هاي يعني.